السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا درس القوى 2 او 3 الصفحة 74 من كتاب النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. اذا سوف نبدا بالتمرين الخامس. هل المتساويات التالية صحيحة؟ لدينا 2 اس 2 زائد 2 اس 2 تساوي 2 اس 3. اذا هل المتساوية، هل هذا العدد 2 اس 2 زائد 2 اس 2 كيساوي 2 اس 3؟ اذا نحسبه. لدينا 2 اس 2 زائد 2 اس 2 كيساوي 2 اس 2 4 زائد 2 اس 2، يعني 2 في 2 يعني 4، اللي كتساوي 4 زائد 4 8. و 2 اس 3 تساوي 2 في 2 في 2، 2 في 2 4، 4 في 2 تساوي 8. إذن صحيح، المتساوية صحيحة الأولى. نمر المتساوية الثانية. 3 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 3 أس 2 هل تساوي 3 أس 3؟ إذن 3 نحسب 3 أس 2 اللي هي 3 في 3 زائد 3 في 3 زائد 3 في 3 تساوي 3 في 3 9 زائد 3 في 3 9 زائد 3 في 3 9. إذن 9 زائد 9 18، 18 زائد 9 تساوي 27. 3 الآن نحسب 3 أس 3 هل تساوي 27؟ إذن 3 أس 3 تساوي 3 في 3 في 3 تساوي 3 في 3 9، 9 في 3 27. إذن صحيح، المتساوية الثانية حتى هي صحيحة. الآن نمر إلى المتساوية الرابعة. 4 أس 2 زائد 4 أس 2، إذن نحسب 4 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 4 أس 2 شنو كتساوي؟ 4 في 4 يعني 4 أس 2، 4 في 4 تساوي 16 زائد 4 أس 2 هي 16 زائد 4 أس 2 16 زائد 16 تساوي، إذن 16 زائد 16 تساوي 32، 16 زائد 16 32، 32 زائد 32 تساوي 64. إذن الآن نحسب 6 أس 3، عفوا نحسب 4 أس 3. إذن عندنا 4 أس 3 تساوي 4 في 4 في 4، 4 في 4 16 في 4، 16 في 4 تساوي 64. صحيح، إذن المتساوية صحيحة، لأن هاد الأعداد 4 أس 2 زائد 4 تساوي 64 و 4 أس 3 تساوي 64. إذن المتساوية صحيحة. نمر إلى التمرين أو السؤال باء. أتحقق أن 6 أس 2 زائد 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 6 أس 2 تساوي 6 أس 3؟ خصنا نتحقق. إذن كيفاش غادي نديرو نتحقق؟ غادي نحسبو هادي، غادي نشوفو العدد اللي غتعطينا ونحسبو 6 أس 3 ونشوفو العدد اللي غتعطينا، ومن ثم غنعرفو واش كتساوى أو خطأ. إذن لدينا 6 أس 2 هي، نكتبو بعدا 6 أس 2 6 أس 2 6 أس 2 6 أس 2 لين 6 مرات زائد 6 أس 2. هادي شنو كتساوي؟ 6 أس 2 6 في 6 زائد، نديرو الأقوات باش ما نتلفوش، 6 في 6 زائد 6 في 6 زائد 6 في 6 زائد
ستة في ستة زائد ستة في ستة، إذن تساوي ستة وثلاثون زائد 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 ستة وثلاثون تساوي. الآن نحسب ستة وثلاثون كم من مرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا نحسبها بحال غنديرو ستة وثلاثون في ستة. إذا بعد الحساب في الآلة الحاسبة كتعطينا ستة وثلاثون في ستة مئتان وستة عشر. إذا هاد المتساوية هاد الأعداد عطتنا مئتان وستة عشر. إذا هنشوف واش ستة أس ثلاثة هل تساوي كذلك مئتان وستة عشر أم لا؟ إذن غادي نحسبوها هنايا. إذن ستة أس ثلاثة تساوي ستة في ستة في ستة. ستة في ستة ستة وثلاثون في ستة تساوي. إذن بعد ما نحسبو ستة وثلاثون في ستة تخرج لنا مئتان وستة عشر. إذن تحققت لنا هاد المتساوية. إذن هاد الأعداد أعطاونا كيساويو مئتان وستة عشر، وستة أس ثلاثة تساوي مئتان وستة عشر. إذن صحيحة. ننتقل إلى السؤال جيم. أحسب. إذن المطلوب من هنا ماشي نتحققو، وإنما غادي نحسبو النتيجة ديال هاد الأعداد. إذن انتبهوا معي. إذن سبعة أس اثنان هي سبعة في سبعة، زائد سبعة أس اثنان سبعة في زائد في سبعة، سبعة أس اثنان زائد سبعة في سبعة، زائد سبعة في سبعة، زائد سبعة في سبعة، زائد سبعة في سبعة. إذا نشوف شحال كم من مرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثلاثة أربعة خمسة. إذا نزيدو مرة واحدة سبعة في سبعة. إذا انتبهوا معي، سبعة في سبعة تسعة وأربعون، زائد تسعة وأربعون يعني سبع مرات، تسعة وأربعون تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لاحظوا معي، تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون زائد يعني تسعة وأربعون تكررت كم من مرة؟ سبع مرات. يعني سبعة يعني تسعة وأربعون في سبعة. غنحسبوها. إذا من بعد الحساب ديال تسعة وأربعون في سبعة تساوي ثلاثمائة وثلاثة وأربعون. إذن هاد الأعداد سبعة أس اثنان زائد سبعة أس اثنان حتى لسبعة أس اثنان تساوي ثلاثمائة وثلاثة وأربعون. الآن ننتقل إلى التمرين ستة. أحسب. إذن لدينا هنا اثنان أس ثلاثة في خمسة. إذن اثنان أس ثلاثة يعني اثنان في اثنان في اثنان الكل في خمسة تساوي اثنان في اثنان أربعة، أربعة في اثنان ثمانية، ثمانية في خمسة كم؟ أربعون. إذن اثنان أس ثلاثة يعني اثنان في اثنان في اثنان ثلاث مرات، في خمسة كذلك ثلاث مرات، خمسة في خمسة في خمسة تساوي. إذن اثنان في اثنان تساوي أربعة، أربعة في اثنان ثمانية. إذن ثمانية في خمسة في خمسة خمسة وعشرون، خمسة وعشرون في خمسة مئة وخمسة وعشرون. الآن نحسب ثمانية في مئة وخمسة وعشرون، إذن تساوي ألف.
ننتقل إلى 2 في 5 أس 2، إذن 2 في 5 كم من مرة؟ مرتين. إذن تساوي 2 في 5 في 5 25. إذن 2 في 25 تساوي 50. ننتقل لعشرة في 2 في 2، يعني 2 أس 2 هي 2 في 2، 2 في 2 4، يعني في 4 في 25 تساوي هاد 25. عشرة في 4 يعني 40 في 25. إذن 40 في 25 تساوي 1000 كذلك. ننتقل إلى 2 أس 3 في 5 أس 2، 2 أس 3 يعني 2 في 2 في 2 في 5 أس 2 5 في 5 تساوي 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 5 في 5 25. إذن 8 في 25 تساوي 200. لدينا هنا 20 أس 2 في 40 أس 2، إذن 20 أس 2 20 في 20 في 40 أس 2 يعني 40 في 40 تساوي 20 في 20 2 في 2 4، ونضيف الصفرين، هذا الصفرين في 4 في 4، ندير الطريق 4 في 4 كم؟ 16، وأضيف الصفرين. إذن 400 في 1600، إذن تساوي بعد الحساب ديالها 640000، 640000. إذن انتهينا من حل التمرين السادس. الآن سوف ننتقل إلى التمرين رقم 7. أضع عددا مكان النقط. لدينا 2 أس 2 في 5 أس 2، إذن نحسبها. إذن لدينا هنا 2 أس 2 يعني 2 أس 2 في 5 أس 2 تساوي 10، خصنا نعمرو النقط. 2 أس 2 يعني 2 في 2 هي 4، في 5 أس 2 يعني 5 في 5 هي 25. لاحظوا معي 4 في 25 تساوي 100. شنو هي 100؟ إلا بغينا نكتبوها الكتابة الأسية، ديجا شفناها هي 10 أس 2، يعني هنا خصنا نديرو 2، إذن تساوي 10 أس 2 هي 100. الآن ننتقل إلى 2 2 أس 2 في 5 أس 3، إذن بنفس الطريقة 2 أس 2 في 5 أس 3، نحسبوا هاد 2 أس 2، 2 أس 2 هي 4 في 5 أس 3، 5 في 5 25، 25 في 5 125، إذن 105 أربعة، أربعة في 125 تساوي 500. إذن 500، إذن هاد 500 غادي نحاولو نكتبوها كتابة أسية. غادي نديرو يعني شنو هو العدد اللي غنضربوه في 5 ويعطينا 500. هنا نديرو 5 أس 1 ولا ما نديروهاش؟ وهنا إلا كانت 10 أس 2، شنو هي 10 أس 2؟ هي 10 في 10 هي 100. إذن 100 في 5 تساوي 500، إذن هي هذه الكتابة الأسية. 5 أس 1 ملي كتكون يعني أس 1 بلا ما نديروها كاع. إذن ننتقل إلى 16 في 5 أس 2 تساوي 20، خصنا نديرو الكتابة الأسية والكتابة المختصرة. إذن غادي نحسبوها 16 في 5 أس 2 يعني 5 في 5 هي 25. إذن غادي نحسبو 16 في 25، إذن بعد الحساب ديالها
16 في 25 تساوي 400. 400 تساوي كتبوها كتابة مختصرة يعني 20 أس 2. 20 أس 2 لبغينا نتأكدوا منها، 20 في 20 تساوي 2 في 2 4، وضيف الصفر هي 400. إذن 20 هون أس 2. الآن ننتقل إلى 16 في 9. إذن لاحظوا معي غنحسبوها، 16 في 9 بعد الحساب ديالها تساوي 144. لاحظوا معي 16 في 9 تساوي 144. هاد 144 نكتبوها كتابة مختصرة هي 12 أس 2، يعني هنا نكتبو 12. الآن نمر إلى السؤال رقم 8. إذن لوغ دون كورس غدا أباركوري إين ديستانس أن متر إكيفالونت أو كوب دو 18، وفاطمة إين ديستانس أن متر إكيفالونت أو كاري دو 72. كيستيون أ، جو كالكول la mesure de la distance parcourue par Reda et par Fatima. B. Je compare 18 et 72. 18 puissance 3 et 72 puissance 2. إذن أشرح السؤال. أثناء واحد السباق قام به ريدا وفاطمة، ريدا قطع واحد المسافة، هذه المسافة كتساوي 18 أس 3. إذن 18 أس 3 هي المسافة اللي قطعها رضا. أما بالنسبة لفاطمة، قطعت واحد المسافة ديال 72 أس 3. إذن المطلوب منا جو كالكول لا ميزيغ دو لا ديستونس باركوري باغ ريدا، غادي نحسبو المسافة المقطوعة من طرف ريدا ومن طرف فاطمة. إذن لدينا 18 على بويسونس 3 تساوي 18 في 18 في 18، يعني نحسبوها. إذا من بعد الحساب ديالها تساوي 5832 متر. هذه المسافة المقطوعة باغيدا. Et nous avons 72 à la puissance 3. Le massif est le maqtoua min taraf Fatima. Et donc, on va calculer 72 à la puissance 3. Je vais calculer. Et donc, 72 fi 72 fi 72. Et donc, tu calcules 5184 mètres. إذن هذه المسافة المقطوعة من طرف فاطمة. إذن هذا هو الجواب على السؤال. جو كالكول لا ميزيغ دو لا ديستونس باركوري باغ ريدا اي باغ فاطمة. إذن المسافة المقطوعة من طرف ريدا هي 5832 متر، المسافة المقطوعة من طرف فاطمة هي 5184 متر. مفهوم؟ الآن نمر إلى السؤال. B. Je compare 18 à la puissance 3 et 72 à la puissance 2. إذن هذا السؤال يجب علينا أن نقارن 18 أس 3 و 72 أس 2. أعتذر، هنا راني غلط، هنا أس 2 ماشي أس 3، يعني 72
في 72. أنا صححها. إذا المسافة المقطوعة من طرف فاطمة 72 أس 2 ماشي أس 3، إذا تساوي 72 في 72. بعد الحساب ديالها عطاتنا 5184 متر. هذه المسافة المقطوعة من طرف فاطمة. إذا الآن يجب أن نقارن 18 على بويسونس 3 مع 72 على بويسونس 2. إذا كيفاش غنقارنو؟ يعني غنقارنو 18 على بويسونس 3 شحال عطاتنا؟ عطات لينا 5832 متر، و 72 على بويسونس 2 عطاتنا 5184. إذا من الأكبر؟ لاحظوا معي من أجل المقارنة، من أجل المقارنة لدينا هنا أربعة أرقام، هنا أربعة أرقام. إذا أول شيء كنحسبو شحال عندنا؟ أربعة أربعة. إذا نقارن وحدات الآلاف، لدينا هنا خمسة هنا خمسة. إذا نقارن المئات، لدينا هنا ثمانية ولدينا هنا واحد. من الأكبر؟ إذا ثمانية أكبر. إذا 5832 أكبر من 5184. إذا 18 على بويسونس 3 أكبر من 72 على بويسونس 2. إذا هذا التمرين بي.